والوارثون من الرجال عشرة. الوارثون من الرجال. إخواننا العلم إذا دخل هنا مرتب بإذن الله متى شئت يخرج مرتب، لكن يدخل هنا مشوش هذا لن يخرج إلا بإذن الله. مفهوم؟ قلم، أعطينا القلم. تبخل علينا بقلم الله يهديك، إيش فيك أنت؟ جزاء ها؟ ها ما حضر. طيب آسفين، أنت خليك هنا عندي، خليك عندي هنا بدون دفاتر ولا قلم، خليك عندي عشان أعطيك القلم ما دام ما حضر، خليك هنا عندي. مفهوم إخواننا العلم إذا دخل مرتب بإذن الله يخرج مرتب. تسأل بعض الطلاب أركان الصلاة، قال أركان الصلاة أركان الصلاة أركان الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة قراءة الفاتحة إيه؟ يا رجل ممكن يطلع روحك وما يطلع أركان الصلاة. أما الثاني طالب علم درس في المعهد العلمي أو كذا، أركان الصلاة قال بسم الله، القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، صح؟ يسرد سرد. وارثين، قال الوارثين من؟ من الذكور، قال الجد نعم، والابن نعم، وابن الأخ الشقيق. يا رجل روح احفظ، ما يصلح هذا. مفهوم؟ طالب دخل علم مرتب يقول الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وأخ لأم، ابن أخ شقيق ابن أخ لأب، عم شقيق عم لأب، ابن عم شقيق ابن عم لأب، الزوجة المعتق 15. من يعيد؟ قال ما قلت لمحدث قط أعد علي حديث يسرد عليه حديث، يعني أبد مرة واحدة يحفظ. بسم الله وانت واقف أحسن، وانت واقف عشان تنشيط الدورة الدموية. الأب والجد لا لا لا، أب وجد لا ما يصلح. الأب وأب الأب، الإبن وإبن الإبن والأب، كذا ترتب عندي الإبن وإبن الإبن والأب وأب الأب والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخ لأم، وأنا وديته بعدين. لا ما يصلح. والأخ لأم وابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق ابن العم الشقيق، العم لأب والعم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب، والمعتق والزوج. يعني تعبان. ها بسم الله لا حول ولا قوة يا اخواننا، احنا نحفظ الآن بسم الله يا رجل. الابن 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 وابن الابن الاب، بسرعة يا رجل. الابن الابن ابن الابن الاب الجد الاخ شقيق الاخ لاب الاخ لام ابن الاخ شقيق ابن الاخ لاب الزوج المعتق عم الشقيق والعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب. أنت ما تعرف الحساب؟ ما حسبت، احسب من جديد. يلا اللي ما يعرف الحساب ترى ممكن فيه شبه بالنصارى، صح؟ اسمع أوقف أنت إيه؟ واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ أكيد؟ الحمد لله. شوف يعرف الحساب، لأن النصارى يقولوا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي كم؟ واحد. ما يعرف الحساب، والله ما يعرف الحساب. شوف ما شاء الله يعرف أصغر واحد عندنا في أهل الإسلام، لو تقول له واحد زائد واحد زائد واحد يقول ثلاث، هم لا يقولوا واحد زائد واحد. أخبياء، والله ما أدري، صح؟ إذا ما يعرف الحساب، إذا ما يعرف الحساب في شباب النصارى. اجلس. نعم. الابن ابن وابن الابن والأب والجد أخ شقيق أخ لأب أخ لأم ابن أخ شقيق ابن أخ لأم ابن أخ لأب العم الشقيق عم شقيق العم لأب عم لأب ابن العم الشقيق ابن عم شقيق ابن عم لأب والزوج المعتق. تمام. ها من يقول؟ يا إخواننا احنا نحفظ الآن، جئنا نحفظ. يا بسم الله أوقف أوقف. الابن وابن الابن وإن نزل والأب والأب والجد له وإن علا أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأب وأخ لأم وأخ لأم والعم الشقيق ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق وابن أخ لأب الآن العم، يلا جيب العم الآن. عم الشقيق والعم الشقيق والعم لأب عم لأب. كم وصل شخص الحين؟
والزوج والمعتق. لا باقي ابن عم شقيق وابن عم لأب والزوج والمعتق. نعم. اجلس. طيب من النساء البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، الزوجة المعتقة. أسهل شيء. يا بسم الله أوقف. بنت والأم. بنت الابن. بنت وبنت الابن والجدة. خلاص جيب الأم يا رجل الآن. أم والجدة. شوف فروع أصول حواشي وارتاح. بنت وبنت الابن والأم جدة لأم وجدة لأب، ثم أخت أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأب، أخت لأم، أخت لأم، معتقة. والزوجة وينها؟ مطلق ولا إيش؟ والزوجة والمعتقة. خليك معي يا رجل أجلس. ها بسم الله أوقف. بنت بنت الإبن والأم جدة لأم جدة لأب أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، والزوجة والمعتقة. تمام. ترى ما رح نعد نأخذ الدرس الجديد حتى الكل يسمع هذه الأشياء. هذا الدرس الأول حفظ، فرائض حفظ، تحفظ تقسم، مفهوم؟ نعم. القرابة بالنسبة للميت، إيش يقرب هذا الوارث لهذا الوارث؟ ما لنا علاقة. القرابة لمن؟ للميت. لأن بعض الناس يجيك قال والله يا أخي عندنا تركة، تفضل. قال ما تنسى، وش ترك؟ قال ترك أم. يا رجل أم؟ قال أم. أم من؟ قال أمي. وش دخلنا فيك أنت؟ نبغى للميت قرابة للميت، مفهوم؟ قرابة للميت زوجة، قلبها لك، قال أم. طيب وش ترك؟ قال أخت شقيقة. اسمها؟ قال اسمها فلانة. بنت من؟ بنت فلانة هذا الميت. يا أخي هذه بنت. قال أختي، ما لنا علاقة، مفهوم؟ إلغي كل قرابة، القرابة فقط لمن؟ ولهذا احذر، شوف أول درس أنا أتكلم هذا، احذر تقسم تركة إنسان، لا تقسم تركة أحد. المتبع عندنا إحنا ما نقسم ترى، إلا يأتي بصك حصر إرث، يذهب المحكمة اثنين شهود توفي فلان ابن فلان وابن فلان حمود السباعي وترك في يوم كذا وكذا وكذا رحم الله رحمة واسعة، وترك انحصر إرثه في فلان ابن سعد وبنت سعدة وزوجة سعاد. ايش اصدع ما شاء الله بيت سعادة ما شاء الله تبارك الله. خلاص طيب انحصر إرثه في هؤلاء، يجيبوا لنا صك حصر إرث نقسم، غير هذا ما نقسم، مفهوم؟ لأنه يضحك عليك بعض الورثة والله. نعم. إذن الوارثين وارثات، يلا اقرأ. والوارثون من الرجال عشرة، عشرة باختصار وعلى وجه التفصيل خمسة عشر. نعم. أسماؤهم معروفة مشتهرة. يقول مشتهرة، لماذا تخطئ فيها يا أخوانه؟ سبحان الله. نعم. الابن وابن الابن مهما نزل. ابن 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 ابن. نعم. مثلا والأب والجد له وإن علا. الأب والجد له، مو جد أبو الأم، انتبه، الجد أبو الأم لا يرث، الجد أبو الأب. نعم. وإن علا أبو الجد وجد الجد وأبو جد الجد 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 وهكذا. نعم. والأخ من أي جهة كان. الأخ من أي جهة كان ثلاثة، شقيق ولأب ولأم. نعم. قد أنزل الله به القرآن. لأن القرآن منزل غير مخلوق، كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم. وابن الأخ ودي إليه بالأبي. ابن الأخ يعني الشقيق ولأب، مفهوم؟ أي نعم. ابن أخ لأم أبد، هذا ما يرث، يبكي ويمشي، مفهوم؟ أي نعم. فاسمع ما قال ليس بالمكذب. نعم. والعم وابن العم من أبيه. العم وابن العم من أبيه، شقيق ولأب، عم لأم، ابن عم لأم، بنت عم شقيق. نعم. ما ترث. بنت أخت شقيقة ما ترث. نعم. بنت الابن ترث، بنت البنت لا ترث.
مفهوم؟ أي نعم. فاشكر لذي إيجاز والتنبيه. جزاه الله خيرا. اشكر، هو يقول فاشكر لجد. يا اخوانا انتم ما تسمعوا؟ يقول فاشكر. يقول جزاه الله خير. اي نعم. فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. يقول موجز ونبه. يا اخي اشكر الله يهديكم. نعم. والزوج والمعتق ذو الولاء. الزوج وذو المعتق، هذا المعتق ذو الولاء. نعم. فجملة الذكور هؤلاء. قدم الذكور. نعم. ثم أتى بالإناث. نعم. والوالدات من النساء سبع. على اختصار وعلى وجه التفصيل عشرة. نعم. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. ما عندنا أنثى غير هؤلاء. نعم. بنت وبنت ابن وأم مشفقة. طب لو كانت غير مشفقة، لكن الغالب جرى مجرى الغالب، مفهوم؟ مشفقة وغير مشفقة ترث، مفهوم؟ نعم. وزوجة وجدة ومعتقة. معتقة، نعم، هذا معتق. وقد تأتي عندنا مرأة تصنع ما يصنع الرجال، تعتق، أصبحت معتقة، لها الولاء على هذا العبد، إذا مات العبد ترثه لأنها معتقة، مفهوم؟ نعم. والأخت من أي جهة كانت؟ شقيقة، ولأب ولأم. فهذه عدتهن بانت. الحمد لله ظهرت. نعم.